السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طماطم بتقول لكم هاي اصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة معايا حاجة جميلة خالص مختلفة يا اصحابي، بس اكيد هتحبوها. معايا النهاردة في فيديو تعليمي، بس يلا هتعلمين اصحابك وتوريهم بيتعمل ازاي. اه طبعا اكيد انا شطورة خالص وهعلمكم الالف بيتعمل ازاي. يلا يا طماطماية، هتعملي بقى بانهي لون؟ يلا نختار مع بعض، نعمل باللون الاحمر الاول. يلا بينا، اللون الاحمر اهو. وطماطماية هتعلمنا نعمل حرف الألف. الله، بتين الصلصال سهل خالص يا أصحابي إن احنا نشكل بيه الحروف كمان، عشان كل أصحابنا الصغيرين اللي لسه ما يعرفوش الحروف يتعرفوا عليها وعلى أشكالها، بعد ما يعرفوا أشكالها كويس قوي يبقوا يعرفوا إيه بقى يكتبوها بسهولة. يلا بينا، يبقى واحد واقف مظبوط كده يا أصحابي يا حلوين. وإيه؟ وطماطماية عمالة تقول لكم إيه؟ قولي همزة. يلا نعمل الهمزة. الله، همزة بتبقى شرطة كده فوق الألف، نحطها كده هنا. برافو عليك يا طماطماية جميلة. وإيه كمان؟ الله، ونص دايرة صغنونة خالص نلزقها في الشرطة، ويبقى كده عملنا خلاص الألف أهو كده أهو. إيه رأيكم يا أصحابي؟ سهل؟ سهل خالص. طماطم عماله تقول اه سهل خالص، انا حبيت الحروف لما لعبت بيها بالصلصال، وبعدين بقت سهله خالص يا اصحابي ان انا اكتبها في الكراسه واعمل الواجبات بتاعتي بسهوله. بعد حرف الالف ايه يا طماطمايه؟ حرف الباء. برافو عليك يا طماطمايه، شطوره خالص. يلا نعمله باللون الاصفر. حرف الباء بقى بيتعمل ازاي يا طماطم؟ يلا عرفينا. طماطمايه بتقول عندي طريقه سهله خالص. يلا يا اصحابي، نعمل طبق ونعمل تحت الطبق نقطة عشان الطبق ما يقعش كده ولا كده. النقطة دي هتسند لنا ايه؟ هتسند لنا الطبق بتاع حرف الباء. الله، برافو عليكي يا طماطم، انت شطورة خالص. وحرف الباء الباء سهل خالص يا اصحابي. ادي الطبق، نعمل له ايه؟ سنة هي كده وسنة هي كده. برافو عليكي يا طماطماية. ونحط له ايه؟ نطلعه بقى فوق شوية كده، نحط له النقطة تحته عشان ما يقعش. الله، ده اسمه ايه بقى يا طماطماية؟ عمالة تقول باء بطة، جميل خالص. وألف ايه يا طماطماية؟ ألف أسد. برافو عليكي يا طماطم. بعد الباء ايه يا أصحابي يا حلوين؟ بعد الباء تاء، أخت الباء بالظبط، بس طبق كبير شوية وبنعمل له نقطتين عشان هو كبير شوية فهياخد نقطتين جوه الطبق. الله، هم اخوات، الباء والتاء اخوات، وعلى فكرة في أخت ليهم كمان هنتعرف عليها دلوقتي بعد ما نعمل التاء. عملنا النقطتين اهمت. يلا بقى نعمل الطبق يا اصحابي يا حلوين، يلا بينا. هنحطه هنا كده جنب الباء. برافو عليكوا شطار. ونحط له ايه؟ النقطتين. ادي إيه؟ اول نقطة وتاني نقطة. وده اسمه ايه يا طماطم؟ اسمه تاء، تاء تمساح او تاء تفاحة. برافو عليك يا طماطم. بعد كده ايه؟ بعد التاء فاء، اختهم بقى التالتة. بتتعمل ازاي يا حلوين؟ طبق برضو كبير شوية وبيتحط فيه تلات نقط. يلا نطلع النقط الاول. يلا نعد مع طماطماية. واحد اتنين، اني واحدة هي تلاتة. برافو عليك يا طماطم، انت شطورة خالص، واصحابك الحلوين هيحبوا الحروف يلعبوا بيها بالصلصال مع بعض مع اصحابهم او مع اخواتهم، بعد كده يعرفوا يكتبوها بكل سهولة. نعمل طبق كبير شوية هوت. الله، ونحط فيه كام نقطة يا حلوين؟ برافو عليك. وطماطم عمالة تقول ثلاث نقط، واحد اتنين تلاتة. ده ايه بقى يا طماطم اللي انت قلتيه ده وانت عملتيه ده؟ ايه اسمه؟ ساء ثعبان او ساء ثعلب. برافو عليكي. بعد الساء ايه؟ بعد الساء حرف الجيم. يلا نعمله مع بعض يا حلوين. حرف الجيم برضو من الحروف السهلة خالص. يلا بينا، يلا بينا يا حلوين، يلا نعمل حرف الجيم. الله، دي الحروف جميلة خالص يا أصحابي، أنا عايزة كل أصحابي الصغيرين يحبوها. الله، جميلة خالص. يلا نعمل حرف الجيم. حرف الجيم يا شطار هنعمله بس نقطة كده عشان بيتحط جواه نقطة.
تبقى شرطة نايمة ونص دايرة. ده سهل خالص. شايفين يا أصحابي سهل زي حرف الجيم؟ أوه جميل خالص وسهل. والنقطة دي بتتحط فين يا طماطماية؟ هنا كده في النص. الله جميل خالص. طماطم عايزة تقعد هنا بقى عشان ايه؟ عشان تشوف. برافو عليكي طماطم، ده حرف الجيم. ده ايه يا طماطماية؟ ده جيم جمل. بعد الجيم حاء. يلا نعمل حرف الحاء. اخو الجيم بالظبط يا شطار، بس ما بيتحطلوش نقطة من غير نقطة. حاء حصان. يلا بس نعمله الاول. ادي الشرطة اللي نايمة، ادي النص دايرة، ادي الحاء اهو. بس كده ده الحق. بعد الحق يا كتكوتة حق ايه؟ حق حصان. برافو عليكي يا طماطماية، انتي مذاكرة، برافو عليكي. بعد الحق اختهم التالتة خاء. بس النقطة بتتحط فين؟ بتتحط فوق على الشرطة. الله يلا بسرعة نعمل الخاء، دي حروف سهلة خالص يا طماطم. ايوه طبعا يا اصحابي الحروف سهلة خالص، انا بحبها وبقعد العب بيها طول الوقت لحد ما احفظها وتبقى سهلة خالص عليا. الله ادي الخاء يا اصحابي، ونحط النقطة دي فين؟ برافو عليكو هنا كده. الله كده بقى ايه؟ خلصنا لحد الخاء. طماطم عمالة تقول الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. برافو عليكي يا طماطماية، قلتي لاصحابك الحروف الجميلة. يلا قريهم بقى لو ايه، لو عايزين نكمل مع بعض بقية الحروف يلا نكتب في التعليقات ان الحروف جميلة قوي وهنحبها وهنعمل زيها، ونقول لهم ايه؟ باي باي يا اصحابي، باي.